متفائل وأنا أملي كبير والعرب عندهم مقومات الحضارة. ولو اللي جوانا أمل يبقى إحنا على الطريق الصحيح. الأمل تحيا الأجيال وتزدهر الأوطان. الأمل ينشره المتفائلون بأفعالهم. خليها وقت ثاني لان انا صديقتي وياي. بنيتي هذه بنيتي ما ارضى عليها بالمهانه. ريحه الوف وجايه الوف تهني بعيد الحريه كويتي كويتي. كنت اصرخ بأعلى صوت عمتي في الجزيره عمتي في الجزيره. السلام عليكم. يا رايحه نطري يا بنت الحلال. عيالي جميت انت نطري قد كان حمار جون عليك. هذا انا جايتك اليوم علشان نحل المشكله بيننا وتستر على المصيبه اللي انت سويتها. تدري ان اي ريال يشك في مرته اللي طالع من بيت نظيف يكون معقد. ما يصير يبيع البيت من غير ما يستشيرني ويستشير خواته. كل شيء كان قانوني سويناه بالقانون. ومن قال بيتنا للبيع؟ احنا شلون تجرانا وبعنا البيت من وراه؟ هذا انت كل ما زعلت. ما في حد يختار اهله بس ممكن الواحد يختار الناس اللي يبيهم حواليه. انتوا علمتوني شيء اليوم بحياتي كلها ما عرفته. علمتوني ان الحق اللي تجرد من كل معاني الانسانية ترى يزعل. انت كذابة. انا ادوس على مشاعري وادفنها واكتبها بكتبي واوراقي. والله اني محتاجتك وايد محتاجتك. ضار هلا تبي ترجعين المدرسة؟ اقبال اقبال سمعت سارة وبدر بيروحون السينما خليه وديني وياهم. لا ما علي بعد عمري خليها وقت ثاني لان انا انتي كل ما زعلتي صكيتي الباب. شو تتوقع من واحد يحط راسه على المخدة وامه مو راضية عنه؟ شو ترجى منه هذا انت بعد؟ اقبال لا تدخلين المواضيع ببعض. انا يوم اني غلطت بحقك راضيت انت صارحة انت طيب خاطر. انت سعيدة مع ناصر؟ لا تقارنين تجربتك بتجربتي. قلبك اللي انكسر من يوم ما امي قالت لك لا لا ولد عمتك ما تاخذينه هذا زواج. يا بعد مبين انه مو وايد ظلموك. ما يطفي نار الحاقد الا دموعه. اذا نزلت دموعنا بردت على قلبك. الحين من بيردني البيت؟ انا حصك تعالي شوي. امي ما ردت مع ماجد. شنو؟ انت مو طيب مثل ما انت واحمد. لا حشيمه ولا احترام ولا كان في ريال بالبيت. انت مو امي والله ما حد خاين العشره غيرك.